انتشار نوع من البعوض في عدد من مناطق البلاد يسبب حالة من الهلع. غزارة الأمطار وقوة السيول بغات تقطع الطريق بين تزرق والبركت. وفي قضية اليوم نناقش معاناة المواطنين في منطقة الواحات لعقود لإكمال الطريق الذي يربطها بجداكيا. بكم مشاهدينا في العاصمة. يشتكي عدد من المواطنين في مدينة بني وليد من تكاثر البعوض بشكل لم تشهد المنطقة من قبل مثيله، وذلك في ظل انتشار ملحوظ للبرك والمستنقعات نتيجة الأمطار الأخيرة. وطلب المواطنون الجهات المختصة بالنظر في شكواهم المتعلقة بالحد من تراكم النفايات، داعين إلى ضرورة القيام بحملات رش وتطهير لمنع تكاثر البعوض والذباب وما يرافقه من أمراض. الحشرة هذه كانت ضارة لنا، اللي احنا سكان عندما في سكان النور، وطبعا الوادي يبلغ 10 متر عن المنازل، ولا في مسؤولين في مدينة بن وليد اهتموا بالحشرة هذه، وكما تشبه فيه الوضع الحالي في مدينة بن وليد. مهمشينها من ناحية كمسؤولين في مدينة بن وليد أو الدولة في حد ذاتها. هجمة البعوض والذباب، وهذا انعكس بسبب انقطاع الكهرباء والتكييف وما حول هذا، والسبب فيها انعكاس المنطقة، وطبعا انعكس بشكل جانب سيء انعكاس على البيئة أيضا. وللحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف السيد الدكتور أحمد الجراري، مدير إدارة الأمراض المشتركة بالمركز الوطني للأمراض. أهلا بك دكتور أحمد. السلام عليكم. عليكم السلام. الله يوفقكم على هذه المداخلة. دكتور أحمد، هل يمكن أن توضح لنا ما هي هذه البعوضة وما تأثير دغتها على صحة الإنسان؟ تمام، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بالنسبة للبعوض المنتشرة الأيامات هذه، خصوصا بعد هطول كميات كبيرة من الأمطار، ونظرا لتكون المستنقعات والبرك طبعا، وإضافة إلى القمامة هذه الموجودة، فيكثر نشاط البعوض أو تكاثر البعوض في هذه الأوقات. واحنا طبعا في المركز الوطني في اداره مكافحه الامراض المشتركه ندرس في الموضوع هذا من 3 سنوات، من نتابعه فيه ومبين فيه حتى بحث، وان شاء الله حيكتمل مع نهايه السنه هذه باستخراج يعني الملخصات بتاع التاثيرات الجانبيه. بالنسبه بصفه عامه الموضوع ما فيش قلق، ما فيش منه خوف، هي في العالم كله معروفه البعوضه هذه، معروفه البعوضه المسببه لل احنا نقولها نوزيانس مسكيتو، يعني المقلقه او لا اله الا الله رسول الله، اللي هي تسبب ازعاج، ايوه المزعجه انسب تسميه لها. فهي طبعا زي ما قلت لك تتكاثر بعد هطول كميات من الامطار. البعوض هذا بعوض نهائي، يعني يكثر النشاط بتاع النهار، نقص النهار يعني في اخر النهار يعني مع المغرب. طيب هذا النوع من البعوض دكتور احمد، يعني عندما يلدغ الانسان ما هي الاعراض التي تظهر عليه؟ تمام، هو طبعا احنا باش نقول في البعوض، نكمل شويه على البعوض. البعوض هذه في احتياجها للتكاثر تحتاج الجو لوجب الدم، تخرج للبحث على الدم اللي هو يعني تستلبغ الانسان. بعد اللدغ او خلال اللدغ هي تفرز في اللعاب بتاعها، اللعاب فصل ماده تمنع التخثر، فهذا اللعاب هو سبب الحساسيه. وكل الدراسات في العالم اثبتت ان الحساسيه اللي تطلع او الحب اللي يطلع هذا كلها سببها لعاب البعوضه فقط. يعني ليس لضرر في يعني بكتيريا ولا فيروسات ولا اي شيء ثاني. فهو يعني عباره عن رد فعل الجسم نتيجه للعاب هذا، فهذه هي اللي تطلع. في طبعا تعتمد على حساسيه او طبيعه البشر، من انسان الى انسان تختلف الاعراض. ففي اللي نقول احنا الحبه في مكان معين، ففي مكان اللدغ فقط
وتاخذ ثلاث اربع ايام معها يصحبها حكه شديده ثلاث اربع ايام وتمشي تختفي او اكثر او اقل شوي. بالنسبه للناس الثانيه اتحسست يمكن تضرب لها شويه صفح بسيط. واكثر حاجه المزعجه فيها هي الحكه. وبالنسبه للعلاج لها هو عباره عن طيب قبل العلاج يعني دكتور احمد يعني انتم من خلال المركز كم او ما هو حجم يعني المصابين الذين رصدتوهم يعني نتيجه لدغ هذه البعوضه؟ والله ارقام ما عنديش ارقام، نقول لك ارقام لا، احنا خذينا عينات عشوائيه واحنا اهتمينا بانه يعني اقصد حتى وان لم تكن هناك ارقام محدده، هل يعني العدد كبير ام ان ما زالت الحالات معدوده؟ لا هو انا من قلت لك لان ما فيش اليه لتبليغ الحالات يعني ببساطه شديده جدا هل انا استشكي من هذه يمشي لاقرب منصه صحي او مستوصف او حاجه يعطيه كريم الدكتور يروح بيه حتى يسجلها حتى تسجيلها يعني فهمت علي؟ طفح يقول له طفح او يتسجل تحت حاله جلديه وخلاص. فبدون درايه بالموضوع، فنعم بديش نقول لك يعني لكن طيب. لكن ارقام لا باس بها يعني. طيب تفضل اكمل، كنت تتحدث عن طرق الوقايه من هذه البعوضه، وربما لو تذكر لنا في البدايه اذا ما تعرض الشخص للدغه من هذه البعوضه فورا ما هو اول شيء يجب عليه القيام به؟ اول شيء قيام به هو انه يحط كمادات الميه مسقعه او بارده او ثلج على امكان اللدغ، لو كان الحكه شديده او صفح شديد لازم يمشي لاقرب مستشفى او مركز صحي باش يتلقى العلاج المناسب اللي هو على حسب الحاله زي ما قلت لك، في اللي ياخذ حبه وكريمه سطحيه ويروح، وفي اللي يحتاج انه يتلقى ابره الكورتيزون عادي يروح بس. طيب ببساطه يعني. طيب ويعني الان نتحدث عن طرق الوقايه. والله شوف نقول لك يعني طرق الوقايه احنا عندنا اشكاليه في المكافحه، انا اكمل لك شوي على ادارتنا، احنا ادارتنا مسؤوله على مكافحه الامراض المشتركه بين الانسان والحيوان، بما فيها مكافحه البعوض اللي هو اللي ينقل الامراض بين الحيوان والانسان. فاحنا المكافحه برامج المكافحه للاسف الشديد نظرا لعدم وجود ميكانيات نظرا للوحم للوضع الامني وصعوبه الوصول للمناطق اللي فيها خارج خارج نتكلم فيها امكانات الامراض الثانيه اللي هي اللي احنا ملزمين بها، فهذا اللي خلى في قصور وفي تاخير في المكافحه. في كانت برامج المكافحه بما فيها الرش والبخ والانتقال الامكانات اللي هي اللي احنا نقول فيها البيبي فايت، هذه الامكانات اللي فيها يستريح فيها البعوض ويتكاثر فيها اللي هي في البحيرات والمستنقعات يتم مكافحتها في مكانها. نعم. فيتم القضاء عليها قبل الموسم ما يبدا يعني. اشكرك على كل حال الدكتور احمد القراري مدير اداره الامراض المشتركه بالمركز الوطني للامراض، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. تسلم مكتب الخدمات الصحية زوار شحنة أدوية خاصة بمرض السكري من وزارة الصحة بالحكومة المقترحة ومتمثلة في مادة الأنسولين. مراسل نبأ بالمدينة ذكر أن الكمية تمثلت في 2000 جرعة مختلفة الأنواع وزعت على الأهالي المسجلين بمنظومة الرقم الوطني بمجمع العيادات الخارجية بزوارة. تعاني مدينة زوارة ومعظم المدن الليبية نقصا من حين لآخر في توفير الأدوية والمستلزمات الطبية. وصول شحنة من الأنسولين مختلفة الأنواع مثل الأكترابيد والأنسوليتار ميكستار، وصول عدد 2000 جرعة ميكستار و250 أنسوليتار و250 أكترابيد. تم التوزيع منذ صباح الأمس ممكن بحدود 250 شخص ميكستار وبحدود 100-150 أكترابيد وأنسوليتار. يعتبر التوزيع توه ثاني يوم على التوالي وإقبال كبير من أهالي مدينة زوارة. الشحنة تتمثل في شحنة أدوية الأنسولين بمختلف انواعها اللي هم الابر الانسولين، ثلاثه انواع اللي جبناهم
وما زال نتمنى من الإمداد الطبي أن يقومون بإرسال كميات أكثر من الأدوية بصفة عامة يعني من الإمداد الطبي. أفاد مراسل النبأ في مدينة غات بوصول سيول قوية إلى منطقة تازروك قادمة من الجزائر، تسببت في قطع الطريق بين تازروك والبركت. وكانت بعض المناطق الجنوبية قد شهدت في الأيام الماضية سقوط كميات من الأمطار تسببت في جريان الأودية وقطع بعض الطرق. اختتم بكلية الفنون والإعلام بجامعة مصراتة معرض ضفة القراءة الكتابي في دورته الأولى للمفكر علي فهمي خشيم تحت شعار مجتمع يقرأ مجتمع يبني. المعرض الذي استمر لمدة 3 أيام تضمن عرض العديد من الكتب في تخصصات علمية أدبية مختلفة، كما حظى بحضور جيد من مختلف الشرائح والأعمار. وللحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف رئيس نادي أنا أقرأ بمدينة مصراتة السيد سفيان قصيبات. أهلا بك سيد سفيان. مرحبا، أهلا وسهلا. مرحبا، لو تحدثنا بداية عن معرض ضفة القراءة الكتاب بمصراتة. نعم، منذ الأسبوع الفائت المنصرم يعني أخذ معرض ضفة القراءة متخصص في الكتب، شارك في هذا المعرض دور نشر من داخل مدينة مصراتة. هذا المعرض طبعا تنظمه كلية الفنون والإعلام بجامعة مصراتة. نادي آخر كان مشارك يعني بجزء بسيط في هذا النادي. ضمن هذا النادي كانت هناك مجموعة من الضفاف التي اخترنا أن تكون مصاحبة لمعرض ضفة القراءة، ضفة الشعر والمسرح والندوات الثقافية. عقدت ندوة ثقافية عن الصحافة الأدبية ودورها في الحياة الثقافية في ليبيا، كانت هناك مجموعة من الورقات البحثية في هذه الندوة. أيضا ندوة خاصة عن المفكر علي فهمي خشيم عقدت في هذه الندوة عن الرواية التاريخية رواية إنار، وقدمها الدكتور أستاذ الأدب في جامعة مصراتة الدكتور حسن الأشلم. أيضا كانت هناك أسبوحة شعرية لنخبة من الشعراء في مدينة مصراتة. طيب. وكانت مصاحبة لها ندوة عن ثقافة الشعراء وعن قراءة الشعراء وثقافة القصيدة، بالإضافة إلى اليوم الختامي الذي كانت فيه عرض لمسرحية الجندي الأخير من قبل المسرح الوطني لمصراتة لأول مرة تعرض. طيب سيد سفيان، كيف كان يعني إقبال الجمهور وتفاعلهم مع هذا المعرض أو مع هذا النوع من المعارض؟ الإقبال كان جيد. نحن أردنا أن يكون المعرض ببداية الفصل الجامعي أو الفصل الدراسي الجامعي لكي يكون هناك تهيئة نفسية من قبل المجتمع الجامعي لمثل هكذا ندوات ثقافية ونشاطات. الإقبال كان جيد، حتى كانت نسبة المبيعات كانت ممتازة من قبل دور النشر، يعني كنا تواصلنا مع دور النشر كانت المبيعات جيدة باعتبار أن الكتب كانت أسعارها مخفضة بين 2 دينار و10 دنانير، كانت ممتازه يعني، لذلك كان الاقبال جيد، بالاضافه الى تنوع العناوين بين الكتب الطبيه والكتب الاعلاميه والادبيه والفكريه والروايات. هذا ما اتاح ان يكون هناك اقبال جيد للمعرض، اضافه الى النشاطات المصاحبه. قمنا لاول طيب. مره يكون هناك في مدينه مصراتة مسرح عرائس. طيب يعني انت ترى سيد سفيان ان من خلال تقييمكم لهذا المعرض انه ربما آتى يعني ثمار ما كنتم تنتظرون منه؟ نعم، نحن دائما ما نريد أن تكون هناك معارض كتب، يكون نشاطات مصاحبة لكي نقوم بجذب القراء لها. طبيعي أن تكون ما زالت نسبة القراءة، يعني نحن هو عبارة عن شراء كتب فقط. الكثير من الذين يزورون المعرض يشترون الكتب، لكن ما تزال نسبة القراءة ضعيفة مقارنة بدول عربية أخرى أو بدول أوروبية، لذلك نسبة القراءة ضعيفة. هذا لا نقيسه من خلال الملاحظة، لكن نريد أن نقيسه من خلال أبحاث علمية تدرس هذه الظاهرة وضعف
القراء، ولكن بالمجمل كانت عدد الزوار جيد. ونحن هذا ما نريد، نريد بعض التغيير في الحراك الثقافي والنشاط الثقافي داخل المدينة وحتى في ليبيا. طيب سؤال أخير سيد سفيان، يعني ربما مختلف نوعا ما، جاءت الدورة باسم المفكر علي فهمي خشيم، لماذا تحديدا تم تسميتها بهذا أو على اسم هذا المفكر؟ نعم طبعا نحن باعتبار أننا سيكون يعني خلال كلية فنون الإعلام سيكون المعرض سنويا، اخترنا أن يكون في كل دورة باسم أديب أو مفكر أو شاعر أو فنان. لم كانت هناك مجموعة من الأسماء مطروحة، ولكننا اخترنا أن يكون المفكر علي فهمي خشيم باعتبار أنه قريب جدا من الأدب والثقافة والفكر. اخترنا أن يكون هناك ندوة خاصة عن علي فهمي خشيم، سيكون هناك في معارض قادمة على اسم أدباء ومفكرين آخرين. اخترنا أن يكون باعتبار أن الأديب من مدينة نصراته وهو المعرض في مدينة نصراته، اخترنا أن يكون عن علي فهمي خشيم ليبين مكانة خاصة في المدينة كمفكر. على كل حال أشكرك سيد سفيان كسيبات رئيس نادي أنا أقرأ بمدينة مصراته، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا العاصمة مستمرة ونناقش فيها بعد الفاصل معاناة المواطنين في منطقة الواحات لعقود من إهمال الطريق الذي يربطها بجدابية، انتظرونا. مع بداية موسم التمور في ربوع البلاد تبرز إحدى قرى مدينة جادو قرية إيغناون التي توارث سكانها زراعة النخيل منذ مئات السنين، وفيها لكل نخلة قصة يرويها أهلها بمحبة وشغف. نأخذكم إلى هناك في المساحة التالية. شهر 10 يعتبر موسم جني التمور، وقرية جناون تعتبر من القرى التي تشتهر بأشجار النخيل التي تعطي أنواع عديدة من التمور. زي ما احنا عارفين في عدة أنواع من التمور، ولكن أشهرها على الإطلاق طبعا في المنطقة اللي هو اللي سموه احنا الكوركابي. الكوركابي يعني باللغة الأمازيغية معناها المدور، هي كلمة كوركابي يعني مكركب، حتى بالعربي مكركب شبيهة، فنقولوا له باللغة الأمازيغية اللي هو أجنوناي، يعني الأجنوناي هو الحاجة المدورة المكركبة. هذا من أشهر الأنواع، ثم تليه أنواع أخرى عديدة. النوع الرطبي أو الرطب اللي هو يؤكل في حين ويكون وضعية طري ولا يتحمل التخزين، ويجنى زي الكرموس يعني كل يوم بعد يوم. هو النوع الصلب أو الكاسح اللي هو يتخزن، ويفضل أنه هو يأكل فيه بالطبق بالحليب واللبن في موسم الشتاء. طبعا يبدأ الغذاء صحيح والموسم والوقت صقع، فالناس كانوا يستعينوا به في بالتمر اللي هو اهتدام بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: بيت لا تمر فيه جياع أهله، يعني اللي عندهم تمر قبل ما يجوعوش طلع كمشة من تمر يديرهم في السيسة في السروينة ولا في السويكة ولا يديرهم
بالحليب ولا بالبن يتعشى ويرقد شبعان، عكس اللي طبعا ما عنداش حاجه مخزنه ما يقدرش يواجه برد الشتاء خاصه في الليل. كانت تعتبر هي البلدة الوحيدة يقول المثل، لأن كل الناس كانت ترد للماء إلا جناون الماء يردلها، يعني جناون القرية جت أسفل العين، وبالتالي الماء هو اللي يرد للإنسان، مش الإنسان يتعب ويمشي الماء. هذا ساعد على نمو وتكاثر أشجار النخيل في السابق وحتى في الوقت الحاضر ولله الحمد. بالنسبة للآفات طبعا إن شاء الله ربي يسلمنا ويسلم أشجارنا من الآفات، ما فيش آفات تذكر، وإن شاء الله ربي يحفظنا من هالحشر الخطيرة اللي هي يقولوا منتشرة في تونس والجزائر، ان شاء الله ما توصلناش. اضافه اخرى هي يعني بابت ان اشجار النخيل طبعا لما كانت الناس جياع ومعدوره كانت تستعمل حتى في اللاقبي كغداء، يعني ما هوش لغرض السكر والتخمير ولكن حتى لغرض الشرب، يعتبروا فيه مشروب طبعا حلال باعتباره غير متخمر، هو عباره عن عصاره اشجار النخيل. كان الناس لما يجوعوا ما يلجاش يلجا الى شجرته فيعصرها ويطلع منها اللاقبي او شراب باللاقبي اللي هو شبيه بشراب اللوز وغداء لذيذ ومغذي في نفس الوقت لاحتوائه على كميه كبيره من السكريات. أفضل أمور في جناون هي الغلة، يقولها الكركبي، هذه أكثر من أجود أنواع التمور في جناون، فيه المغراسي فيه المهزازي. وقت الغرس عندك فصلين، شهر ثلاثة شهر ممكن من والفصل الثاني من شهر تسعة. عاصمة متواصلة معكم مشاهدينا وتتابعون فيها بعد الفاصل باقي فقرات الاقتصاد والرياضة وأحوال الطقس، كن معنا.